لا بيه لا تتفاجأ سهلة. لينا حوارني تخرج عن المألوف بدور أم سليم. قريت النص وشفت دور أم سليم حسيته جريء كتير. طال بإيدك على سنة الله ورسوله. لا تفوت وران أنا ما بحبه. طال بإيدك على سنة الله ورسوله. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. طبعا كتير حلو وأنا كنت كتير مبسوطة بهذا الشيء. هذا هو شعور كل أبطال مسلسل أولاد بديعة اللي حقق جماهيرية كبيرة وقدر ينافس بقوة ضمن المسلسلات السورية في رمضان، وعم بيكون من بين التوب 10 لقائمة أجمل مسلسلات رمضان. عبين الكوكب كله وعلى برا. وألف مبروك لنجاح العمل، بدي أقول لرفقاتي كلهم. وبنقدر نقول إنه هالعمل كان له بصمة خاصة على نجومه، من ضمنهم لينا حوارني اللي صدمت الجمهور أول ما ظهرت بشخصية أم سليم. لا بيه لا تتفاجأ سهلة. قريت النص وشفت دور أم سليم حسيته جريء كتير، وشي بجوز بعيد عني كتير، أنا مو لعبانته قبل هالمرة، أكيد بحس بخوف، هو ولا أي دور أي عمل باخده أنا فبحس برهبة تجاهه، لأنه بتكوني بدك تخططي بقى وبدك ترسمي وتعرفي كيف مكتوبة. فالجمهور طوال السنين الماضية تعود يشوف لينا بكل أعمالها بدور المرأة البسيطة الأم أو الأخت الحنونة، لهيك تفاجئوا لما لعبت دور سيدة بتشغل البنات بالأعمال المنافية للآداب وبتبتزهم. فقت تعتبر موضوع عندها بالأخير نحن عم يطرح شيء فعلا موجود بالواقع وحتى بطريقة منمقة، يعني يمكن اللي بالواقع بيكون أفظع من هيك بكتير. أكيد يعني بالأخير كل حدا فينا في جانب الإنساني في جانب العطاء، ما بتعرف لوين وصل ليش هيك وصل. يعني أم سليم هي يمكن ردة فعل ابنها أنه كيف مات، واحدة بتحب المصاري بتحب تعيش لأنه رافضة تموت يمكن، وبالأخير كمان هي يعني مع مصاري فهي بتشتري وبتاخد اللي بدها إياه. وحتى إذا شفتي الجانب أنه هي يعني بتهدد البنات بالكمبيالات بس هي ما بتفعل، يعني بتعطيهم ياهن. وحتى بحوار بينه وبين ياسين بتقول له يعني أنا ما بدي، بدك تزيد انتبه إنه هذا المحلات هي مفاتحة بيوت ناس كتير وبساعدهم، يعني أنا ما بدي، إذا بدك أنت بس انتبه لهذا الموضوع. فإنه يعني أم سليم في شيء إنساني واضح. إيه لا تخاف ما رح يصير لك شيء لحتى أخلص العدة. ومن خلال هالدور قدمت ثنائية خفيفة الدم مع يامن الحجلي. يلا بما أنك قلبتي العرف وقلبتي خلينا نسوق فيها للأخير. طبعا يعني دخيل عيونه يامن أنا كمان ريحني كتير بالشغل وكنت سعيدة كتير وما كان في أي إرباك أو أي خوف تجاه التعامل مع بعض، بالعكس كان في حب عالي المستوى بالشغل. أنا ورجيتك التخت من تحت البطانية ولا لسه؟ لا تورجيني ولا بورجيني.